السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرئيس التونسي قيس سعيد في زيارة للجزائر بناء على دعوة مقدمة له من الرئيس تبون، وهي زيارة عمل إلى الجزائر وأيضا الاحتفال بعيد الاستقلال مع الشعب الجزائري، عيد الاستقلال 60. ولا تنسوا اللايك شير بارتاج للفيديو، والسلام عليكم.